يا عبد احمد مرحبا بك. الله يرحم والديك عبد الواحد. السلام عليكم البنات، كيف صبحتوا؟ مزيانين بخير؟ نتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوني اليوم. المهم اليوم ماشي اللي مشاوحوها البرويطه في النظر ديالكم، ماشي نجيبوا بها السخره، نجيبوا الرمله، ماشي اللي نجيبوا السخره من السوق. عندنا خوتي طنبر كتلقى لنا بعيده من الدار شويه، ايوا كنزلوها وكنجيبوها في البرويطه هذه. تحية للحمالة اللي كيكون كيحملو في السوق، تحية لكم كبيرة. الصراحة ها البرويطة ثقيلة بزاف، حاسة ومزال هذا بس تجربة عملتها. ها حنا البنات وصلت للحانوت، أشري شي قندورة تهلا في راسي دابا العيد. خطرو معايا شي نبدا مزيان، هاتي خطرة تختار راسها. الكساوي للعيال والقناص محل عمي محمد التريد، ها اقدم واحد في السوق. الناس زمني احمد مرحبا بكم. الاثمنه عنده مناسبه صراحه، مشينا لعنده، عنده الاثمنه مناسبه كراك خاص. شنو اخترتي انت ناس الماء؟ انا اخترت قنومة ديالي. يلا انت الفولك. اخترت القنيدرة هذه. وهذه العجوزة ديالي هكا هي ما نسيتهاشي. زيد. والشام. الكسيوة العايدة اختي. هي ما نسيتهاشي. الفليدة وكملتها. وعمي الحاجة هو ماشي تحية للمشاهدين. المشاهدين مرحبا بكم لعندو، مرحبا بكم لعندنا، والعيد والعيد مبارك. الله يبارك فيك. عيدكم مبارك. الأثمنة مناسبة. الأثمنة مناسبة. المشاهدين ديالنا جينا لعند خا أحمد. حنا جينا نديرو العطرية عاوتاني بالشوا. الشوا خوتي محمسين، محمسين للشوية والملمة. هاو المحل زيون عند خا أحمد هاو. القضبان هما أهم حاجة هما القضبان. الشواية عندنا ياه. الشواية كاينة الشواية. نديرو غير شي كيلو الباكو. أها مش كيلو المشماش. مناضة وصافي. مناضة واخا. العطرية العطرية. العطرية لا غلا على مسكين. لا اللي بغى العطرية عند خا أحمد مرحبا به. الله يرحم والديك عبد الواحد. الله يا خا أحمد. خير الله. عن مشروع عبد الواحد هو هذا، مرحبا بكم عنده. المشروع ديالنا مرحبا بكم. العطرية ومناضة اللي تشاهدوا أنا عند خا أحمد كل شيء موجود. صح. هذه كوكا خاص بي. شي فانتا هذه هي الوالدة. ها هي ها ما جبتي هذه ما دعيتش. صافي شنو نزيد؟ شنو نزيد؟ نزيدو هاواي. شتي شي وحدة بهاواي؟ ها حنا راجعين بحالنا، تقدينا التقضية ديالنا د العيد ودابا راجعين بحالنا. سي عبد الواحد هو مسكين يسوق، الحرارة كما كتشوفوا حرارة تبارك الله. شنقول الناس البحر وما اللي عايدو صراحة، ما حنا هنايا والله العظيم تبارك الله إلا الحرارة كتوصل 40-42 درجة. الحق واخا هيداك الصراحة عندنا الجو د العيد البنات ما نقولكمش، شي واحد الجو عندنا في البادية تبع بيع والناس كتهضر بزاف على العيد وعلى داك الشيء، ومع كنحميو في الفرنة ديالنا التقليدية ومهم ديك الذبيحة في الزناقي والناس كاملين، وعندنا الجو الصراحة ما نقولكمش ما نشهيكمش أكثر من هيدا.
كيساعدونا وما كاملوش ما عملوش اشتراك حتى هما تحياتنا ليلى. عملوا لنا اشتراك المشاهدين باش حتى حنا تفعلنا القناه ديالنا. عملوا اشتراك تفرجوا عملوا اشتراك عملوا اشتراك في القناه باش تكبرنا القناه ان شاء الله. الله يحفظكم لينا والله ينجيكم اي حاجه كدركم. مهم خليكم مع الفيديو حتى نمشيو للبلاصه اللي غنوقفوا فيها وغنعملوا السخره ديالنا في البرويطه وتشوفوا ديك البرويطه لا ياش صالحه. خليكم مع الفيديو. ها انتم البنات هذه البلاصه اللي كندوزوا منها واحد العقبه كنطلعوا فيها الطوموبيل صعيبه الطريق. ها هو عبد الواحد كيدور هنايا غيدور في البلاصه هذه وهنا غنزلو كنزلو هنايا كتبقى الطوموبيل هنايا وكنمشي هالبرويطه لاصها الصلاح اخوتي نعدلو فيها الصخره ديالنا باش تجينا ساهله في الرفات تجينا شي صعيبه. نتوما عارفين اليدين تقال كيكو على اليدين. دابا كنجيبو لهنا وكنعدلو الصخره ديالنا كامله في البرويطه ايوا وكنمشيو باقي لقطين. ها نعدلو فيها الصخيره ديالنا كامله ايوا نديوها هاد شوقي دابا شدو شدو ماش ما نقول لكم المشاهدين معاناه الصراحه المعاناه مع الطريق والصخره. كنخلي الطوموبيل بعيده وكنجيبو الصخره هيدا هكا الله هاد البرويطه كتنفعنا والله الا كتنفعنا ما حنا طال علينا الصراحه بزاف. قلت لك الحقني يلا الحقني انا لحقته فين الحق وانا وقفت. احنا وصلنا للمشاهدين ديالنا وصلنا لباب الدار. ها هي الدار من مورايا تخلي الكاميرا وانا نمشي نتخبى من مورايا. ها انتم شوف بلاتي غنقلبكم التليفون وغتشوفوا هاد البلاصه اللي صبغاتها سلمى كيبان شي مزيان. هاديك البلاصه اللي صبغاتها سلمى ها هي المشاهدين ديالي صباغه خطيره آه. نظفنا الحي ديالنا شويه مقارنه معك في الاول. دابا العيد خصنا يلا ادفع ادفع هاي بس بارك الرموك. المهم المشاهدين ديالنا ها حنا وصلنا بخير وعلى خير من الدار. نتمنى من الله يعجبكم الفيديو ديال اليوم وشاركنا معكم التقضيه ديال العيد ديالنا البسيطه بالناس البساطه اللي كيعيشوا هنايا في المنطقه ديالنا. اي وحيد كيعيش هذا الجو هذا للتقضيه وهادشي هذا وصراحه عندنا واحد الحماس كبير هنا العيد الكبير. يا ربي يدخلوا علينا بالرزق والصحه والعافيه ان شاء الله على جميع المسلمين. وخليكم مع السي عبد الواحد هو يعطيكم واحد الكلمه. احنا وصلنا للمشاهدين ديالنا وصلنا للدار تقدينا التقضيه ديالنا شاركنا معكم الجوله في السوق جوله صغيره. نتمنى يعجبكم الفيديو بارطاجيوه مع الاصدقاء ديالكم ومع الاحباب ديالكم. ما تنساوش اللي كيتفرجوا ما تعمل حتى شي حاجه مجرد عدم الاشتراك اولا ابونا ابوناو عندنا ما تخصو حتى شي حاجه ادعونا اخاكم عبدو غتكبر القناه ديالنا. كان معكم ان شاء الله في الجديد ان شاء الله. ونتمنى يعجبكم الفيديو بارطاجيوه مع الاحباب ديالكم مع الاصدقاء ديالكم. تهلاو في راسكم. السلام عليكم.